تاريخيا لم تكن العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة على أحسن حال، فمنذ تأسيسها عام 64 حوربت المنظمة من قبل واشنطن واعتبرت منظمة إرهابية لسنوات طويلة حتى وافقت على الشرط الأمريكي بالاعتراف بإسرائيل وتغيير ميثاق المنظمة ونبذ أشكال المقاومة المسلحة والعنف. وعلى الرغم من ذلك لم تسلم القيادة الفلسطينية من الضغط الأمريكي، فبعد فشل مفاوضات كامب ديفيد عادت الولايات المتحدة لتضغط بتخفيض التمثيل الدبلوماسي للمنظمة في واشنطن، ليصل الحال اليوم القضية الفلسطينية إلى أصعب أيامها في ظل وجود إدارة أمريكية لم تعد تطالب بما طالبت به سابقا، بل باتت تخرج ملفات أساسية كانت جزءا لا يتجزأ من حوار الفلسطينيين والإسرائيليين، بل وبات الحديث يدور عن طرح قديم، كونفدرالية في الأردن، العلاقة التاريخية بين واشنطن والفلسطينيين ونقاش ذلك بعد التقرير التالي. مد وجزر، هكذا يمكن وصف العلاقة التاريخية ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ أن تأسست المنظمة بعد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول عام 64، بدأت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات سياسية لمحاربتها، فاعتبرتها منظمة إرهابية واشترطت عليها فيما بعد أن تعترف بوجود إسرائيل وأن تقبل بقرار مجلس الأمن 242. فتاريخ 88 كان فاصلا، فتبني الأخيرة موقف خيار حل الدولتين إلى جانب دولة إسرائيل اعتبر علامة فارقة في تاريخها وأفضى إلى ليونة تعامل أمريكي معها، لتصل العلاقة الأمريكية الفلسطينية إلى ذروتها حين وقعت على اتفاقية أوسلو واعترفت رسميا بإسرائيل نابذة أي شكل من أشكال المقاومة المسلحة والعنف. العلاقة استمرت كما هي في فترة انتقالية تمت فيها إقامة السلطة الفلسطينية أو سلطة الحكم الذاتي آنذاك، إلا أنها تعثرت بعد فشل محادثات كامب ديفيد وصولا إلى الانتفاضة الثانية، فقام الرئيس الأسبق جورج بوش بتخفيض التمثيل الدبلوماسي للمنظمة. علاقة بدأت تتحسن خلال فترة حكم باراك أوباما، فتم رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مفوضية عامة تابع لمنظمة التحرير، ولكن عام 2015 شهد فيه الكونغرس محاولات لإغلاق مكتبها، فقام بسن قانون يفرض شروطا على بقاء مكاتب منظمة التحرير في واشنطن. ليأتي في عام 2017 رئيس أمريكي قال إنه يسعى إلى التقريب بين الأطراف من خلال صفقة عرفت بصفقة القرن، إلا أن الفلسطينيين تفاجأوا بقرارات بدأت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وصولا إلى وقف تمويل المساعدات المالية المقدمة للفلسطينيين، وقد لا تنتهي أيضا بقرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، لتخرج القيادة الأمريكية ملفي القدس واللاجئين خارج أي مفاوضات مستقبلية. فما بين القيادات الأمريكية المتعاقبة والقيادة الحالية سياسة واحدة مفارقتها وجود إدارة أعلنت مساعيها الخارجية تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. والخوض في عمق هذا الملف ينضم لنا في الاستوديو دكتور فادي اسماعيل، موظف سابق في السلك السياسي في مجلس النواب الامريكي، مرحبا بك. من كاليفورنيا انضم الينا السيد طعمه توفيق طعمه، المحلل السياسي والكاتب الفلسطيني، مرحبا بك سيدي. ابدا معك في هذه القضيه. منذ عام 74 وحتى اليوم من قدم التنازلات هو القياده الفلسطينيه، منظمه التحرير الفلسطينيه هي من غيرت ميثاقها، نبذ العنف والمقاومه المسلحه وايضا الاعتراف بإسرائيل. كيف يمكن أن نفسر ما قدمته القيادة الفلسطينية من تنازلات مقابل لا شيء تقريبا من الإدارة الأمريكية؟ مساء الخير لكم وللمشاهدين ولضيفة الكريم، وشكرا لكم على هذه الاستضافة. تاريخيا الموقف الأمريكي بالنسبة للقضية الفلسطينية هو تاريخ سيء، تاريخ منحاز إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا ليس جديدا، بل كان هذا في السابق وكان هذا واضحا من خلال المفاوضات ومن خلال عدة لقاءات، من خلال سياسة الإدارة الأمريكية وانحيازها لدولة الاحتلال الإسرائيلي. كان هذا واضحا أن السياسة الأمريكية هي سياسة واحدة لم تتغير، وما زالت كانت في السابق وما زالت حتى هذه اللحظة منحازة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل شيء، فهي تتبنى الأجندة الإسرائيلية وكأنها هي الوجه الآخر لدولة الاحتلال الإسرائيلي. فتاريخيا هي معروفة، فحتى في يعني السنوات عشرات السنين التي مضت والإدارات السابقة الأمريكية سواء كانت من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي كلهم يعني نفس يتبعون نفس السياسة، نفس التوجه لدولة الاحتلال، هو دعم لا محدود
دعم مادي، دعم دبلوماسي في ودعم سياسي ودعم في مجلس الأمن، عدة قرارات حاولت. هذه نقطة سيد توفيق، دعني أنتقل إلى دكتور فادي إسماعيل في الاستوديو. دكتور فادي، حتى عندما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية شروطها على منظمة التحرير والمنظمة قبلت بها، كان هناك توعد بإقامة حل دولتين، دولة فلسطينية القدس عاصمة للدولة الفلسطينية أيضا. لماذا بقي هذا الحل، حل الدولتين، التزام شفهي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولم يطبق على أرض الواقع حتى في فترة تنازلت فيها منظمة التحرير الفلسطينية عن مبادئها الأساسية؟ لأنه التزام شفهي، أول شيء مش بالضبط التزام شفهي، لأن عندما يتكلم الرئيس أمام الكاميرات ويقول هذه الأشياء فصحيح أنه شفهي ولكنه ملزم. من ناحية أخرى، عندما تضع المسألة كتابية، أنا أتكلم عن الآن من ناحية فنية، يعني من ناحية القانون والقضاء والأعراف الدولية، عندما تضع شيئا في كتابيا فهذا موضوع آخر تماما. وهنا هنالك طبعا مفاوضات. أنا عندي مشوي قضية مع تأطير الموضوع كله في إطاره، يعني بموضوع أوافق طبعا ضيفنا، وإحنا كلنا نعرف أنه الولايات المتحدة بطريقة واضحة ومفتوحة وعلنية منحازة لفكرة تأسيس دولة يهودية في فلسطين، وهذا هو ما القانون الدولي يسن عليه، لأنه في قرار الأمم المتحدة من 1947 هذا كان القرار، دولة يهودية ودولة عربية. نعم، هذا هو القرار. فهذا المبدأ هو مبدأ أساس في السياسة الأمريكية الشرق أوسطية، وقد نسميه إذا شئنا مبدأ منحاز، ولكنه هذا وضع القانون العالمي الآن. السياسات الأمريكية تجاه إسرائيل إذا دخلنا في هذا الموضوع هي معقدة جدا. هنالك كانت لحظات قاسية جدا بين الدولتين، نذكر رئيس أيزنهاور الذي فرض على إسرائيل الخروج من سيناء في 56، ونذكر رئيس كندي وجونسون الذي كان لهم مواقف صعبة جدا تجاه إسرائيل في مناطق معينة. رئيس كارتر وهو أول رئيس أمريكي قال نطق كلمة دولة فلسطينية، مستغلها الرئيس الراحل رئيس عرفات. أيامها رئيس كارتر كان عرفات كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، نتكلم عن سنة 77-78، ونطقها علنيا وسبب مشاكل كبيرة في واتفاقية كامب ديفيد على فكرة من 78 كان فيها إطار جيد جدا الذي كان ممكن أن يوصلنا إلى دولة فلسطينية، كان ممكن يوصلنا دولة فلسطينية كل يوم، كان ممكن يكون حل اليوم. نعم، دولة فلسطينية يوم عمرها 30 عام. دكتور فادي، بما أنك ذكرت نقطة كامب ديفيد، إذا ما انتقلنا إلى الضيف في نقطة كامب ديفيد، ولكن في عام وما بعد عام 2000 عندما فشلت مفاوضات كامب ديفيد بين الأطراف، شاهدنا سياسة الضغط المالي والسياسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية مجددا وتاريخيا على منظمة التحرير الفلسطينية. لماذا في ذلك الوقت لم تسعى القيادة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية إلى إصلاح هذه القضية، أو أن تعلم بأن الولايات المتحدة باتت من جديد تضغط عليها للبحث لربما عن بديل أو وسيط آخر في العملية السلمية؟ يعني الحقيقة يعني القيادة الفلسطينية هي يعني وقعت في عدة أخطاء، يعني أخطاء قاتلة. يعني هي القيادة الفلسطينية بدءا من اتفاقية أوسلو وتنازلها عن الحقوق واعترافها بدولة الاحتلال الإسرائيلي على تقريبا 80% من الأراضي الفلسطينية، مقابل إسرائيل تعترف في منظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني. هذا كل ما جاء من هذه الاتفاقية، اتفاقية أوسلو. الحقيقة هي يعني كانت أخطاء للقيادة الفلسطينية، وأعتقد هي لم تقرأ المشهد بشكل صريح بشكل واضح في ذاك الوقت. نعم، ولم تدرك، يعني تخلت عن كل تقريبا كل ما وسائل الدعم، كل ما يمكنها، يعني كل وسائل وأدوات الصمود. نعم، تخلت عنها مقابل وعود، مقابل أمور حقيقة الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي تخلوا عنها. فأعتقد أن القيادة الفلسطينية كانت على خطأ في عدة أمور. نعم، وما زالت تخطئ لحتى هذه اللحظة. فالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يرتكب أخطاء قاتلة الآن بحق القضية الفلسطينية وبحق الشعب الفلسطيني بخلال صفقة القرن وعدم المصالحة والتهدئة. نعم، وأمور أخرى. فأعتقد أن السلطة أو أن القيادة الفلسطينية هي قيادة لم تكن لا تريد الشراكة السياسية ولم تشمل الشعب الفلسطيني بهذا الشيء، حتى أنا يعني تأخذ قرارات جادة
بموافقة بهذه النقطة. نعم ابقى مع سيد توفيق، أنتقل إليك دكتور فادي. برأيك لماذا الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطي الفلسطينيين حقهم في هذه القضية؟ وأيضا في سياق آخر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف في الآونة الأخيرة أنه التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيام اللقاءات، وكشف له بأن الولايات المتحدة الأمريكية عرضت عليه كونفدرالية في الأردن. هذا الطرح ليس وليد اليوم إنما طرح قديم. لماذا الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى إزاحة أكثر من عقدين من الزمن لكي تتوجه مجددا إلى حل لم يكن مطروح حتى إلا ما قبل اتفاقية أوسلو؟ انظر كل أنا أوافق الضيف طبعا إنه القيادات الفلسطينية المتتالية قامت بأغلاط كثيرة، ولكني ربما أضعها في أماكن مختلفة. السؤال، هل الخيار العام للحركة الفلسطينية هو الحرب أم السلم؟ أول قرار، وإذا قررت أنه اتجاه السلم والدبلوماسي الأخير، فهناك كان عدة محطات في التاريخ منذ 78 والتي كان فيها ممكن التقدم تجاه حل سلمي، سواء كان الجانب الفلسطيني أو الجانب الإسرائيلي رفضوا في كل نقطة معطية، وهذا تاريخ طويل عريض فيه مننا بيعرفه وفي مننا بيعرفوش. فهنا من ناحية السلم، إذا بدنا حرب، الحرب شيء طبعا هاي أيضا إمكانية. السؤال هو بعد حرب العراق في 91 وضع المنظمة التحرير كان في بوضع أو بمأزق، اللي ربما رئيس الراحل أبو عمار ربما شعر أنه لا توجد أمامه ولا أي فرصة أخرى أو أي إمكانية أخرى. السياسة ليس فقط مسألة شعر ومشاعر وعواطف وشعارات فاضية على الآخر، هاي تنفع في العرب أيضا، أما تنفعش في السياسة بدك تعمل أنت ما هو الممكن. فأنا أحيانا أقول أوكي، أول شيء قرر بدك حرب أو سلام، كون واضح. ثاني شيء أعمل في داخل قدراتك، لأنه اللي أنت بتقدرش تعمله خسارة نحكي فيه، يمكن بعد 20 سنة 30 40 50 عام سوف يمكن الشيء معين يقاب. ولكن هي سياسة الحرب والسلام في نفس الوقت هاي لا وحاول الرئيس أبو عمار يمشي بهذا الشكل. نذكر الهجمات التي كانت في إسرائيل في 95 والتي هي أو 96 وهي التي هي التي توجت بنيامين نتنياهو رئيسا لحكومة إسرائيل أول مرة. وأذكر أنه في ذاك الوقت كنا نفكر أن شيمون بيرس سوف يبقى رئيس وزراء وهو يكمل طريق رابين. أتى حماس وحماس كان عنده تصريح في هجوم واحد من أبو عمار، فقام بأربع خمس هجومات في القدس وحيفا وغير وقدس تل أبيب وغير كل مسار التاريخ. مين كان يعتقد أن بيبي نتنياهو يكون رئيس وزراء؟ أنا أذكر هالأيام جيدا جيدا، يعني كان مجرد بيبي نتنياهو من سحيجة الصفوف الخلفية في الليكود. حماس توج رئيس حكومة إسرائيل، هناك التاريخ نعرف كيف صار. نعم، أنتقل إليك سيد توفيق فيما يتعلق بالنقطة الفلسطينية. ألا تعتقد بأن تنازل الفلسطينيين عن مبادئهم الأساسية فيما يتعلق بالكفاح المسلح والمقاومة وأيضا عدم الاعتراف بإسرائيل، هذه السياسة التي كانت تلعب بها منظمة التحرير الفلسطيني مع الولايات المتحدة الأمريكية كسياسة العصا والجزرة، عندما فقدتها القيادة الفلسطينية، ألا تعتقد بأن الحالة اليوم بفرض الولايات المتحدة الأمريكية إخراج ملفي القدس واللاجئين عن طاولة المفاوضات السبب الرئيس له هو عدم وجود القيادة الفلسطينية بأيديها أي ورقة للضغط على الولايات المتحدة كما كان سابقا؟ يعني حقيقة يعني فعلا هذا هو الصحيح، أن القيادة الفلسطينية تخلت عن أدوات الصمود، صمود الشعب الفلسطيني. فعندما هي تتخلى عن المقاومة المسلحة ويعني وتقول عن المقاومة المسلحة أن هي حركة، أنها إرهاب، يعني أي عملية فلسطينية أي شيء من هذا القبيل، هذا يعتبر بالنسبة للسيد والقيادة الفلسطينية السيد محمود عباس والقيادة الفلسطينية أنه هذا عمل إرهاب. يعني المقاومة الفلسطينية الآن وصفت في الإرهاب. عندما يتخلى الرئيس الفلسطيني عن هذه الأداة، وهذه الأداة قد تكون يعني وسيلة رادعة لردع الاحتلال، وسيلة دفاع عن الشعب الفلسطيني، وليس وسيلة قتال وليس وسيلة هجوم، إنما هي فقط دفاع عن الشعب الفلسطيني. فالتاريخ والسنوات وعشرات السنين التي مضت، يعني كنا في حرب إسرائيل على قطاع غزة واعتداءات اليومية على قطاع غزة، في الحروب الثلاثة التي شنت على قطاع غزة في 2008 2009 2012 و2014. نعم وصلت الفكرة. نعتذر لضيق الوقت، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من كاليفورنيا السيد توفيق طعمة، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. الموظف السابق في السلك السياسي في مجلس النواب الأمريكي دكتور فادي إسماعيل، شكرا جزيلا لك أنت أيضا. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود لاستكمال باقي مداراتنا في مدار الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا.